فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فهل الذي عنده علم ولم يبلغه يأثم بذلك؟ تبليغ على قسمين: تبليغ النصوص بمعنى أنك تقرأ الآية أو تقرأ الحديث للموعظة والتذكير أو تحفظ الناس، هذا تبليغ نص، لا هذا طيب. والنوع الثاني تبليغ المعاني والفقه، هذا لا يكون إلا لأهل العلم، لا يكون إلا لأهل العلم، لا تشرح الحديث تفسر الآيات إلا إذا كنت من أهل العلم. نعم.